في الجزء الثاني من محاضرتنا دي هنتكلم على الديمونز، او تحديدا الجرافيتي ديمون كفكرة، بس على الديمونز بتعمل ايه ونقدر نشتغل بيها ازاي، ونتكلم برضو على بسرعة كده على الانيتشال ستيتس وايه معناها وبنستخدمها في ايه وامتى نستخدمها. بالنسبة لو انا عايز زي ما قلت من شوية اشد البارتكلز دي لتحت، لو انا عملت سيميوليت هلاقي البارتكلز طالعة بالمنظر ده كده، عايز بس اروح للدنسيتي واخليها 1000 بحيث تبقى يعني ماسكة في بعضها شوية، الريزوليوشن ارفعها ل10 يعني حبة كده، والاكسترنال بريشر اخليه 5 بحيث يعني يلم البارتكلز شوية على بعضها بالمنظر ده كده. طب انا عايز البارتكلز دي تتشد او تنزل لتحت، ارفع السبيد شوية خليها 3 خلاص ونجرب كده، بقى في اندفاع للبارتكلز بالمنظر ده كده. لو انا عايز اشد البارتكلز دي لتحت لازم انزلها جرافيتي، اروح للديمونز. طبعا عند ديمونز كتير جدا، خلي بالك اللي قدامه حرف الكي ده اسمه كيلر ديمون، وده بيتسبب، وعلى فكره هو كويس قوي يعني بيخلي البارتكلز او بيخليك تتحكم في مكان البارتكلز، او انت عايز تعمل ريندر للبارتكلز على مساحه قد ايه وبعد كده تتلاشى او تختفي. لو انا خدت الجرافيتي ديمون، مجرد ما بحط الجرافيتي، بص لو انت عملت سيميوليت هتلاقي البارتكلز بدات تطلع وتنزل لتحت بالشكل ده كده. طبعا هو الجهاز بطأ شويه لان انا بعمل ريندر بالكامتازيا ف للمحاضره للجزء اللي فات، فالجهاز مقتول يعني. طيب بس كده البارتكلز طلعت ونزلت مره واحده. عندك حل من اتنين، يا اما تروح للجرافيتي وتخلي السترينجز بتاعتها مثلا بحاجه قليله وليكن 2 فتدي فرصه للبارتكلز انها تطلع لمسافه معينه، وتبدا بعد كده انها تبدا تنزل لتحت. دي طريقه، او الطريقه التانية انك انت ترفع السبيد بتاعه البارتكلز. طبعا المنظر ده احسن خلاص، وانا بفضل بصراحه الطريقه التانية. وساعات والله ممكن تشتغل بالاتنين مع بعض، تقلل الجرافيتي شويه وفي نفس الوقت ترفع السبيد شويه. تعالوا نشوف كده ايه اللي حاصل. طبعا بدات تنزل بالمنظر ده كده. ده بالنسبه للجرافيتي. طبعا لو رحنا للسيركل وخلينا السبيد بتاع 6 ولا حاجه هنلاقي الحاجه بقت احسن من الاول. لو انا عملت ريسيت، تعالوا بس اقلل الريزولوشن شويه بحيث بس يعني الدنيا تبقى اسرع بعض الشيء. طبعا السبيد سريعه جدا خلاص، 6 كتير. طبعا 6 المفترض بقى ان انا اروح للجرافيتي واخليها مثلا وليكن بتاع 5 واعمل سيميوليت مره تانية. ايوه كده مقبوله شويه، زي ما احنا شايفين كده البارتكلز بدات تنزل لتحت، وهستنى لحد ما تصطدم بالبلين بالشكل ده. طبعا بدات تبطأ. ليه بدات تبطأ؟ لان بقى في انتر اكشن بين البارتكلز وبين البلين بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام، انا هسيبها شويه وبعد كده ارجع لكم تاني. نشوف كده الوضع. جميل قوي كده. طيب ده كده بالنسبه للجرافيتي. خلوا بالكم ان انا بتكلم باختصار جدا 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 جدا. طيب كده الجرافيتي تمام التمام، مفيش فيها اي مشاكل. طيب انا عايز اخلي الجرافيتي اقل من كده شويه، 3 مثلا، وعايز اخد اميتر كمان، وليكن الاميتر اللي هاخده ده وليكن مثلا تعالوا نجرب السكوير، وتعالوا طبعا احركه بالمنظر ده كده، وهخليه يعمل روتيت بالشكل ده كده. هو كده اعتقد ان هو يعني هيبقى في اتجاه، طيب هيبقى في اتجاه
السفير، بس تعالوا على السكوير ونخلي الانر بريشر ب10 والاكسترنال ب5 بحيث يبقى فيه راندوم شويه. طبعا ما ادانيش الراندومايزيشن اللي انا عايزه، يبقى هروح ارفع الفي راندوم خلاص وليكن اخليها 2 والاتش راندوم وليكن اخليها 2 هي كمان، بحيث تبقى طالعه بالشكل ده كده. ممكن كمان نروح للدنسيتي نخليها 500، ريزوليوشن نخليها 2 تمام، فناخد الشكل اللي احنا عايزينه. جميل، لكن السبيد عايزه تزيد حبه، خليها وليكن 5. جميل قوي كده. بس في حاجه، فلنفرض ان انا عايز ان الجرافيتي او الجاذبيه تشتغل على الاميتر السفير وما تشتغلش على الاميتر السكوير. بالشكل ده بقى اللي انا محتاجه حاجه اسمها الاكسكلوسيف لينكس. الاكسكلوسيف لينكس معناها ان انا بعمل لينك بين حاجه او اميتر وديمون، او اميتر واميتر، وهما الاثنين بس اللي يشتغلوا مع بعض، او هما الاثنين بس اللي يشوفوا بعض. طيب انا قلت عايز جرافيتي مع السيركل ومش عايزه مع السكوير. اذا اللي هيحصل ان انا هروح اخد السيركل احطه في الاكسكلوسيف لينكس بالشكل ده كده، واخد الجرافيتي مش هسحبها تحته، لا ده انا هاخدها احطها جواه، والغي الجرافيتي من هنا والغي السيركل من الجلوبال لينكس. لو عملت ريسيت وجيت عملت سيميوليت، بصوا كده. طب الاول هاخد السيركل ده احطه او انزله تحت شويه، والسكيل بتاعه هكبره بحيث نعمل تصادم شكله محترم كده وابن ناس يعني، ونعمل سيميوليت بالشكل ده كده. بصوا كده بقى اللي هيحصل. طبعا حصل تصادم بين البارتكلز، لكن متهيألي ان الـ 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 الباشا ده محتاج ان هو يجي كده حبتين ونعمل سيميوليت تاني. كده فعلا خبط فيها بالشكل ده كده. طيب يبقى كده الاكسكلوسيف لينكس اشتغلت على اميتر وما اشتغلتش على الاميتر التاني. طب حلو قوي. طب لو انا رحت السكوير ده وخليت السبيد اعلى من كده وليكن خليتها 10 وخليت الدنسيتي ترجع 1000 خلاص، وعليت الانترنال بريشر، انا عايز التصادم يكون اعنف من كده شويه تمام بالشكل ده كده. طيب ده كده الاكسكلوسيف لينكس، عملت اكسكلوسيف لينك بين الجرافيتي والسيركل، وفي الجلوبال لينكس شلتهم، لازم تشيلهم والا يبقى انت ما عملتش اي حاجه. طيب انا لو انا عايز ان انا بقى اشوف المنظر ده كسائل يعني مش كبارتكلز، كل اللي انت بتعمله بتروح على السيركل وتروح على ايقونه الشو مش منيو وتقول له انا عايز ستاندرد خلاص، وبتعمل رايت كليك تقول له انسرت اميترز، او ممكن تقول له انسرت اول اميترز في الحاله دي لو انت هتخلي كله بنفس الخواص، لكن انا هقول له انسرت اميترز وهقول له السيركل خلاص، واروح على ستاندرد مش مره تانية رايت كليك انسرت اميترز، والمره دي هقول له السكوير. طب لو انا ضغطت على المش وضغطت على سموز شيدد، وهنا برضو سموز شيدد عشان اشوفه بشكل تاني، هلاقيه بالمنظر ده. طبعا كل بقى المواضيع اللي في بالكو اللي هي الكثافة ومش عارف ايه والكلام ده كله، التحكم فيه بيبقى من حتت معينة طبعا هقول عليها دلوقتي باختصار،
لكن طبعا في الورشة هنتكلم عليها بشوية او شيء من التفصيل. لو انا رحت عملت كده هلاقيها بالمنظر ده. طب جميل، لو انا رحت على البارتكل مش اللي هو ستاندرد 01 وجيت فتحت قائمة فلترز ونشطت الفلتر، بيعمل لي ريلاكسيشن للمش. نفس القصة لو انا فتحت البارتك او الفلتر على كله، عملت ريسيت وجيت عملت يس وعملت سيميوليت، بلاقي الوضع مختلف تماما عن الاول. طيب لو انا عايز اخلي الموضوع مفكك من بعضه اكتر من كده حبتين، اعمل ريسيت، تعالى ليه المش نفسه، زود الريلاكسيشن شوية خلاص. وطبعا على فكرة الستيبس هي الدقة، هي 34 لكن عايز تخليها 30 مفيش اي مشاكل. طبعا عندك البوليجون سايز معمول باربعة من مية، ممكن تخليه تلاتة فالموضوع يبقى قليل شوية. طبعا انا بعمل على واحد وانتوا هتشوفوه شكله عامل ازاي. تمام، طبعا انا اشتغلته على اللي هو الاميتر سفير مش الباشا التاني ده خلاص. طيب عشان الستيميوليشن يبقى اسرع شوية هشيل ده خالص واشيل السكوير خالص. تمام، واعمل سيميوليت بس عشان يبقى الموضوع اسرع حبتين. طيب هل انت شايف انك انت محتاج انك انت تفك من بعضه شوية؟ ماشي مفيش مشكلة، لو انت شايف كده نروح للمش نفسه، بس المرة دي هنروح على الاميتر اللي جوه المش. وخلي بالك ان هو طالما دخل جواه اختلف اختلاف كلي وجزء عن الخواص الرئيسيه. لو انا رحت السيركل هلاقي عندي هنا فيلد، في عندي حاجه اسمها البلند فاكتور تقدر تقول عليها ان هي التماسك. خلي بالك دي لو قلت بمقدار واحد بيفرق، لكن انا هقللها بمقدار كبير وليكن مثلا 70 خلاص. وجيت اعمل ريسيت يس واعمل كده تمام، هلاقي الشكل مختلف تماما عن الاول. طبعا انا اعتقد ان انا رافع انا متهيألي انا رافع ريزوليوشن ريزوليوشن 3 خير ريزوليوشن بواحد. ونعمل سيميوليت هنلاقيها مختلفة اختلاف كبير قوي، وكل مرة على فكرة هتختلف عن المرة اللي قبل. شوف بدأ يفك، بدأ يتفكك من بعضه. طيب تعالوا احنا نحاول نوصل لافضل شكل. لو خلينا دي مثلا 30 قليله جدا 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 جدا، ونخلي الريلاكسيشن ب2 من 10 ونعمل سيميوليت. اهو كده بقى بدا يوصل لشكل الى حد ما مقبول. طيب لو انا رحت زودت الريزوليوشن خليتها 5 وبالمره في المش نفسه هروح ل ديسبلاي والكلر هديله كلر وليكن البينك. تعالوا كده بقى نجرب سيميوليت ونشوف الدنيا شكلها ايه وعامله ازاي. طبعا مش بالشكل اللي الواحد عايزه، لكن نقدر نطلع طبعا لو احنا كملنا نطلع شكل احسن من كده. وسهلة ان انا لو رحت على السيركل دي ورفعت دي خليتها 50 بدل 30، بتفضل انت ماشي على فكرة بالقيمة دي. اعتقد الشكل ده مقبول مفيش فيه اي مشاكل، وهستنى شويه لغايه ما يخلص وارجع نشوف بقى كده الشكل بعد ما احنا عملنا له السيميوليشن. متهيألي الشكل اتظبط جدا جدا، واعتقد ان هو طالع مظبوط احسن من الشكل اللي موجود في الورشه نفسها. تمام بالمنظر ده كده. طبعا بقى تقدر انك انت تكمل انت تظبيط في البارامترز دي زي ما قلت، شرح ورشه او شرح عمل، او ان انا اوصل لك تكنيك تشتغل بيه، غير لما انت بتبقى متفرغ وفاضي انك انت هتطلع
الشغل بأحسن صورة ممكنة. أتمنى تكون المقدمة السريعة دي نالت استحسانكم. فاضل بس حاجة بسرعة كده أتكلم عليها، اللي هي حاجة اسمها الانيشيال ستيت، ودي بتبقى حاجة سهلة. لو أنا مثلا على سبيل المثال حبيت إن أنا أبدأ السيميوليشن أو الشكل بتاعي بالشكل ده، طبعا أنا هعمل لوك للتايم لاين لأن أنا مش عايز أعمل سيميوليت، وأعمل سيميوليت بدون كاشنج بالمنظر ده كده. طب أنا عملته بالشكل اللي احنا شايفينه ده، عايز أبدأ السيميوليشن بتاعي من المنظر ده، هروح أعمل أنلوك للتايم لاين واروح للسيركل. في عندي حاجة اسمها initial state معمولة use بنو، هقول له yes واقول له make initial state، يبقى هو هيبدأ من اللقطة دي، واروح لريست واضغط على السهم الصغير واقول له reset to initial state. لو عملت reset yes ده بقى الشكل المبدئي بتاعه. لو جيت عملت simulate من الشكل ده كده هلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، يعني هو بادئ من اللقطة اللي احنا شايفينها دي بالشكل ده كده. دي فايدة الـ initial state، ان انا ببدأ من لقطة معينة او من نقطة معينة انا عايزها. اتمنى يا رب تكون المقدمة السريعة قوي دي يعني عرفتكم على البرنامج وشالت الرهبة من عندكم. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من فريق عمل GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.